طب يعني أصعب الفترات التاريخية عند التصوير كانت إيه؟ أصعب في الدراما ولا في الوثائقي؟ في الاثنين. في الوثائقي بتبقى دايما الحاجات اللي هي فيها معلومات جديدة على الناس بنبقى حتى قلقانين واحنا بنقدمها، لانه بيبقى في مثلا ثوابت عند الناس، افكار معينة عند الناس، الناس توارثتها من جيل ورا التاني، ولكن بيكون اصلها تراثي وليس تاريخي. فلما بتكوني بتقدمي مادة فيها عكس هذه المعلومات السائدة عند الناس بيبقى فيها قلق وحذر من تقديم المعلومه، لان في الاخر احنا انا هي مش خناقه وانا مش عايز اصدم حد في ثوابته ولا في افكاره، ولكن انا عايز اقدم الافكار الصحيحه اللي بتحكي التاريخ بشكل صحيح. فبتبقى بيبقى ليها كده طريقه ان نقدم المعلومه من غير ما تكون صداميه. ده في الوثائقي. في الدراما كانت الأجان المشاهد بالتحديد اللي كان فيها مجاميع كتير او كان فيها تمثيل بالقبطي كانت صعبه جدا، لكن كانت يعني اعتقد انها يعني اضافه جميله جدا جدا للعمل. يعني هو كان لابد منها اصل صناعه الافلام دي كمان هي حضرتك معاك شويه ادوات وبتستعمليهم علشان توصلي للحدوته اللي انت عايز تحكيها. فكل ما تكتري ادواتك عشان المعلومه دي توصل كل ما كان احسن. يعني كان لازم الحقيقه برضو اسال سؤال قبل كده، هذا العمل استغرق وقت قد ايه في انهائه؟ يعني الموسم الواحد تقريبا بياخد كتابة وتحضير ومراجعة حوالي تقريبا سنة، تصويره بياخد 3 شهور، مونتاجه بياخد 3 شهور زيهم، فهي فترة طويلة. حضرتك بتقول مراجعة، من الذي راجعه؟ دكاترة أكاديميين في جامعات مختلفة. الموسم الأول كان معانا دكتورة ياسمين الشاذلي ودكتور طارق توفيق تاريخ مصر القديمة. الموسم الثاني كان معانا دكتور خالد غريب كان مراجع التاريخ اليوناني روماني. كان معانا دكتور شريف شعبان كان مراجع التاريخ اليهودي. كان معانا دكتورة ماري كوبيليان مراجع التاريخ المسيحي. وكان معانا دكتور جمال مراجع التاريخ الإسلامي. طب ده شيء جميل جدا جدا.